مساء الخير للجميع. حلقة جديدة من لما الشمل اليوم، أنا ونور. مساء الخير. مساء الخير أيهم، وأكيد مساء الخير لمشاهدينا. حلقتنا بلشت وأبرز عناوينها: مساعدات من شبان سوريين للعائلات المنكوبة في بيروت، أحياء حلب الشرقية غارقة في الظلام واستغلال لأزمة الكهرباء في المدينة، شهادات الاعتراف بالجامعات واعتماد شهادتها في تركيا، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام 999 إصابة بحسب وزارة الصحة في دمشق. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. لا تزال مؤسسات النظام وأجهزته الحكومية تصر على إخفاء الأعداد الحقيقية لإصابات كورونا في مناطق سيطرته، بل وتتستر على أعداد الضحايا التي عجزت سيارات دفن الموتى عن نقلهم بسبب كثرة الأعداد. 1000 إصابة مجمل الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة التابعة للنظام، منها 640 حالة نشطة، فيما تم تسجيل 48 حالة وفاة. مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية كان قد شكك بأعداد الإصابات، فبحسب تقارير علمية لا يمكن أن تتناسب هذه الأرقام مع الخط البياني الذي سلكه الفيروس في بلدان أخرى، حيث نسبة انتشاره تتبع لوغاريتمية رياضية، فكل شخص يتسبب بنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة على الأقل، ما يفسر انتشاره السريع في العالم وتضاعف أعداد الإصابات يومياً. مقاطع مصورة عديدة تؤكد أن الفيروس بات منتشراً والمشافي في وضع يرثى له، إذ تحدث أحد الأطباء العاملين في مشفى الأسد الجامعي عن تسجيل حالة وفاة على الأقل يومياً بسبب الفيروس، لكن إدارة المشفى تعزو السبب في تقريرها إلى أمراض في الجهاز التنفسي. نحن حالياً ما رح أقولكم عم نفرش لأنه نحن فرشنا فيكم تقولوا. مشافي تعاني من نقص حاد في كميات الأكسجين، ومراكز حجر صحي عاجزة عن استقبال المزيد من المصابين، والأعداد في ارتفاع مستمر، ليأتي خبر مقتل ممرضة في أحد المشافي بدمشق ليؤكد خوف النظام من الكشف عن حقائق انتشار كورونا. دراسة أعدتها جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بيّنت أن النظام الصحي الحالي في سوريا يمكن أن يعالج 325 حالة فقط، بالنظر لعدد الأسرة المزودة بالمنافس الاصطناعية ووحدات العناية المركزة. غياب واضح للإجراءات يضع المواطن أمام خيار وحيد، هو حماية نفسه وتحمل مسؤولية الوقاية في ظل ظروف اقتصادية خانقة وغموض يكتنف عدد الحالات ومناطق انتشارها، غموض متعمد على ما يبدو لأسباب لا يعلمها إلا النظام نفسه. عم تقتنع يا الله؟ عم تقتنع؟ يعني في ظل هذه الظروف اللي شفناها فعلا المسؤولية بقى بتصير على المواطن نفسه، هو يحمي نفسه بنفسه. يا جماعة الكمامات والتباعد الاجتماعي هو أهم شيء حاليا، يعني حاول شوي بس هالفترة نبعد شوي عن بعض لحتى نقدر نتجاوز هاي المرحلة. وفي حال يعني ما كان في معقمات فأكيد يمكن الصابون والماء هي أقل تقدير ممكن تكون حل أيضا ناجح.
الموضوع الآخر، أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية عن ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا إلى 66 حالة رغم الحظر الشامل المفروض في مناطق سيطرتها. وأكد الرئيس المشترك لهيئة الصحة الدكتور جوان مصطفى اكتشاف 12 إصابة جديدة موزعة على كل من الرقة والحسكة. وكانت الإدارة قد فرضت على المواطنين حظرا شاملا بدأ أمس الخميس وهو مستمر حتى 20 من الشهر الجاري. أكدت المسحات الطبية لبعض العينات المأخوذة من كوادر طبية في الهول إصابة 3 أشخاص في مركز المخيم الطبي بينهم طبيبة. وذكر مصدر طبي من مستشفى الحسكة الوطني لموقع تلفزيون سوري أنه وصلتهم 25 مسحة طبية من مخيم الهول ومن كوادر طبية كانت نتائجها سالبة باستثناء 3 عينات أظهرت نتائج موجبة. وأضاف المصدر أن الأجهزة المختصة نقلت المصابين إلى الحجر الصحي في مدينة الحسكة بعد إبلاغهم بالنتائج، وكان من بين المصابين طبيبة باختصاص نسائية. وكانت الإدارة الذاتية التي تسيطر على مخيم الهول قد أغلقت المراكز الطبية في المخيم بعد الاشتباه بإصابة 3 ممرضات بكورونا. استقبلت ألمانيا 83 لاجئا مصابا بفيروس كورونا قادمين من مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية بينهم سوريون. وقالت صحيفة شتوتغارت الألمانية أن معظم اللاجئين هم من القُصر وبينهم 17 حالة في وضع صحي حرج نتيجة إصابتهم بالفيروس. وأشارت الصحيفة إلى أن استقبال المصابين بفيروس كورونا كان بسبب الأحوال الإنسانية والصحية الصعبة التي يعاني منها اللاجئون في الجزر اليونانية. هذا الخبر فعلا يعكس الظروف الصحية السيئة في مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية مقابل الظروف الصحية جيدة جدا في ألمانيا. يعني تعتبر ألمانيا هي الأقل في نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. للأسف يعني سوف ننتقل إلى موضوع آخر وإلى السويداء تحديدا، حيث شهدت هذه المحافظة 31 حالة اختطاف في ظروف مختلفة خلال شهر تموز الماضي. ذكر موقع السويداء 24 أن هناك حالتي اعتقال من قبل الجهات الأمنية لا يزال مصيرهما مجهولا، بينما سجلت 16 حالة اختطاف لمدنيين من قبل فصائل محلية تم إطلاق سراح 11 منهم، فيما لا يزال 5 مدنيين منهم بالحجز. أصدرت الإدارة الذاتية قانون إدارة أملاك الغائبين والذي يمنحها حق التصرف في أملاك السوريين ضمن مناطق سيطرتها. ويسمح القانون بالتصرف بأملاك من يقيمون خارج سوريا بصفة دائمة وليس لديهم أقارب من الدرجة الأولى، كما يسمح للإدارة باستثمار أملاك من سمتهم بالغائبين دون أن يكون لهم الحق بالاستفادة من هذه العائدات. يبدو أنه نسخة جديدة من القانون رقم 10 الذي أصدره النظام، من أعطاهم الحق بامتلاك والتصرف بأملاك ولو كانوا غائبين. يعني بالأخير يعني هاي البيوت العالم أكيد تعبت حتى جندها، وأكيد رح ترجع لها بيوم من الأيام. أكيد أكيد بالأخير هاي بلدنا. سوف أنتقل إلى موضوع آخر وإلى أسعار الذهب في دمشق تحديدا، حيث ارتفع سعر الجرام إلى 3000 ليرة سورية ليسجل رقما قياسيا لليوم الثالث على التوالي. بحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام بلغ سعر الجرام لعيار 21 قيراطا 11800
للمبيع، ولكن تم رفعه في سوق الصاغة ليقترب من 13,000 بسبب عدم التزام الصاغة بنشر أسعار الجمعية منذ العام الفائت على اعتبار أنها غير عادلة بالنسبة لهم. طبعاً أسعار الذهب مرتفعة عالمياً تقريباً ليس فقط الأونصة في سوريا. الأونصة يعني 2050 حالياً عم يطلع وينزل السعر. الموضوع الآخر، ألقت أجهزة الأمن العام التابعة لهيئة تحرير الشام أمس الخميس القبض على عصابة قتل وسرقة في بلدة سرمدة بريف إدلب الشمالي. وأقدمت العصابة المؤلفة من عدة مراهقين على قتل امرأتين وسرقة مصاغهما، كما أدى تعاون أجهزة الأمن مع الأهالي إلى القبض عليهم وتحويلهم إلى القضاء. خلف الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت وهز العاصمة وضواحيها نتائج كارثية تمثلت بآلاف الجرحى ومئات الضحايا وعدد كبير من المفقودين، بالإضافة إلى المشردين بسبب تحطم منازلهم. المساعدات جاءت من كل حدب وصوب كما يقولون، وكان الشباب السوريون في طليعة المتطوعين لتقديم مساعدات على قدر إمكانياتهم. نتابع. بقدراتهم البسيطة ومجهودهم الكبير توجه عدد من الشباب السوريين في لبنان إلى وسط العاصمة بيروت حاملين معهم أكياسا مليئة بالثياب لتقديمها للمتضررين من الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وشرد الآلاف. حاولنا قدام قد ما فينا نشوف نلم مساعدات من السوريين، نشوف قديش فينا نخدم الناس اللي تضرروا هون، وحملنا حالنا وجينا لهون اليوم تنقدم مساعدات كتنظيف من أي ناحية، من مساعدات الألبسة. الانفجار الذي وقع في بيروت وحولها إلى ركام أعاد ذاكرة هؤلاء الشباب السوريين إلى الحرب التي دمرت سوريا وهجرتهم منها، هذا ما دفعهم بحسب قولهم إلى التحرك والمساعدة، وهكذا بدأوا بالعمل على هذه المبادرة التطوعية. بداية المشروع بلشنا فيه أول امبارح بالليل لما صار موضوع القصف والدمار اللي هون، مباشرة أنا ومجموعة شباب عملنا مثل جروب وفتلنا صاحبين المحلات السوريين بطرابلس بالشمال قد ما فينا، انه حصلنا شويه مصاري اشترينا فيها مواد غذائيه، شويه البسه مستعمله، انه اللي كمان قدروا يتبرعوا لنا فيهم تبرعنا فيهم، ومن امبارح واليوم عم نجي لهون قد ما فينا عم نساعد، عم نعطي شويه عوائل محتاجه، نزلنا شوي على البيوت المدمره على الجميزه، ساعدنا بتنظيف البيوت، اشتغلنا المقدر عليه يعني حسينا فيه انه نحن مرينا بهالوضع من قبل وما طلع بايدنا شيء وقت كنا نحب سوريا، فحاولنا قد ما فينا نحن نعوض هون. انه بالنهايه نحن هون بلدنا الثاني صارت. نحن عانينا من هيدا الشيء وصلنا 10 سنين عم نعاني من الحرب، وصرنا نعرف نتعامل مع الموضوع منيح وبنعرف تماما انه ما في لا دوله قادره تساعدنا ولا رؤساء ولا حدا، اذا الشعب ما التهف مع بعضه وتساند ما في فرق بين لبناني وسوري. نحن اجانا تبرعات من اشخاص كثير سوريين، ودونا ثياب وحتى مساعدات ماديه، جبنا فيهم اشياء وتبرعنا فيها هون. بدافع إنساني محض مد هؤلاء الشباب يد العون للبنانيين فور وقوع الفاجعة، غير مكتفين بهذا القدر من المساعدة بل يؤكدون أنهم مستمرون في الأيام المقبلة على تقديم كل ما بوسعهم من مساعدة. لتلفزيون سوريا، نور طوق، لبنان. نشر المجلس الدولي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني أسماء وأعمار 27 سورياً قضوا في انفجار مرفأ بيروت. وأكدت السفارة السورية في لبنان وجود قتلى سوريين بين ضحايا انفجار مرفأ بيروت وآخرين ما زالوا في عداد المفقودين، ومن المرشح ارتفاع عدد القتلى السوريين تزامناً مع استمرار عمليات البحث عن ناجين.
لتفاصيل أكثر تنضم إلينا نور طوق مراسل التلفزيون سوريا من بيروت. أهلا بك، مساء الخير. مساء النور. نور، لنتحدث أكثر عن الإحصائيات لقتل الانفجار وكم يبلغ عدد السوريين منهم؟ نعم، يعني الأحصائية الأخيرة التي صدرت عن وزارة الصحة اللبنانية تشير إلى أن هناك يعني إلى أن عدد الضحايا بلغ حتى الساعة 154 ضحية جراء هذا الانفجار. من بين هؤلاء هناك يعني حوالي يعني 27 ضحية من الجنسية السورية بحسب المتابعين، وهذا العدد مرشح لل يعني مرشح للارتفاع. فبعد التواصل مع فرق الإنقاذ من الدفاع المدني وأيضا مع مراقبين وناشطين في المجال السوري في الملف السوري يؤكدون أن هذا العدد مرجح للارتفاع وقد يصل إلى 40 ضحية، وذلك خصوصا بسبب عدد المفقودين الكبير. تمام. اليوم جراء هذا الانفجار هناك عدد من المفقودين كبير، بالإضافة إلى إيجاد عدد كبير من الضحايا أشلاء لم تحدد هويتهم حتى الساعة. يعني ما زالت عمليات البحث مستمرة تحت الأنقاض نور؟ طبعا عمليات البحث مستمرة، هناك أكثر من 300 شخص مفقود. يعني قوة الانفجار أدت إلى اختفاء الأشخاص وإلى تحولهم إلى أشلاء، وقسم منهم أيضا يعني اختفى في البحر بسبب قوة الانفجار التي رمت بالكثير من الأشخاص الذين يعملون في المرفأ في مياه البحر. يعني اليوم عمليات البحث مستمرة، هناك فرق بحث محلية وفرق بحث دولية، لذلك من المرجح أن يرتفع عدد المفقودين السوريين ضحايا السويقين. نعم. والذي يؤكد ذلك أيضا هو انتشار صور لعدد كبير منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هناك صور لسوريين ما زالوا مفقودين حتى الساعة، عائلاتهم تسأل عنهم ولم تعرف مصيرهم حتى الساعة. لذلك من المرجح أن يكونوا بين المفقودين في مرفأ بيروت، ويعني بالطبع بعد مرور ثلاثة أيام على الانفجار، من الصعب جدا أن يتم إيجادهم على قيد الحياة. نور، قبل قليل شاهدنا تقرير عن مبادرات قام بها السوريين هناك، إذا ممكن تتحدثينا أكثر عن هذه المبادرات. نعم، يعني كما رأيت بعد وقوع هذا الانفجار أتت وصلت مساعدات كثيرة إلى لبنان من الخارج، وأيضا قامت مجموعات من الشباب اللبنانيين الفلسطينيين السوريين. يعني كان هناك تحركات من كافة الناس بما يخص يعني النتيجة المأساوية التي وصلت إليها بيروت نتيجة هذا الانفجار. لوحظ يعني طبعا نشاط السوريين الشباب السوريين الذين حاولوا بشتى الطرق وعلى قدر إمكانيات بجمع التبرعات، المواد الغذائية، وحتى يعني هناك مجموعات من الشباب ليس لديها القدرة لشراء المواد وتقديمها للمحتاجين، لذلك قاموا بالتوجه إلى بيروت إلى الشوارع المهدمة ومساعدة الناس في إزالة الركام والدمار الذي لحق في مناطق بيروت وشوارعها. هؤلاء الشباب قاموا يعني الشباب في هذا التقرير تحديدا قاموا بمبادرة فردية، حاولوا منذ لحظة اندلاع هذا الانفجار وقوع هذا الانفجار جمع التبرعات من أشخاص سوريين، يعني أشخاص سوريين ربما قادرين على تقديم المساعدة إن كانت مادية أو إن كانت حتى ملابس ربما مستعملة ولكن قد تفيد جدا في هذا الظرف، لأن هناك حوالي 250 ألف شخص مشرد من منزله بسبب الدمار الشامل لشوارع في بيروت. وحتى أن هذه المجموعة لم تكتفي بهذا القدر من المساعدة، فهم يعني أبلغوني اليوم أنهم غدا أيضا سيتوجهون إلى بيروت، وهم غدا يحملون الحليب للأطفال ويحملون مواد غذائية بكميات كبيرة ويحملون أيضا يعني أمور أو أشياء قد يحتاجها ممكن أن تساعد يعني الأهالي في لبنان. شكرا، كنت معنا نور طوق مراسل تلفزيون سوريا من بيروت. شكرا لك. شكرا. نتمنى لكم السلامة. شكرا لك نور.
إلى موضوع آخر، تتواصل عودة بعض العائلات السورية اللاجئة في تركيا إلى مدنها وبلداتها في منطقتي إدلب وعفرين شمال غربي سوريا. بحسب وكالة الأناضول، فقد عبر معبر جيل وغوزو بولاية هاتاي أكثر من 150 أسرة سورية عقب استكمال إجراءاتهم الرسمية في المعبر، حيث يتم نقل تلك الأسر مجانا عبر حافلات إلى الداخل السوري. بدأت منظمة الهلال الأحمر التركية التحضير لطرح قواعد جديدة حول استخدام بطاقات المخصصة للاجئين السوريين في تركيا. وذلك بحسب موقع تركي بريس، سيطرأ بعض التغييرات على الشرائح المستفيدة من البرنامج كإعادة إجراء الكشف على المنازل وتسجيل التغييرات التي طرأت عليها ومنح البطاقة لعائلات لم تستفد بعد من برنامج المساعدات وإيقافها عن عائلات أخرى طرأ تغييرات على حالتها المعيشية. نبقى في تركيا، حيث أصدرت دائرة الهجرة في تركيا أمس الخميس بيانا خاصا تشير فيه إلى حدوث تعديلات جديدة على موقع حجز مواعيد لتحديث بيانات السوريين المقيمين في تركيا والخاضعين لنظام الحماية المؤقتة أي الكملك. أوضح البيان أن التحديث الجديد يضم التحقق الأمني من خلال رسالتين نصيتين، مع ضرورة أن يكون رقم الهاتف الذي سيتم إدخاله صحيحا وقيد الاستخدام، إذ لا يمكن تغيير الرقم لاحقا. للحديث عن الموضوع معنا الصحفي عدنان الحسين من غازي عنتاب التركية. أهلا بك. أهلا بداية تحياتي لكم جميعا. ما هي أهم التعديلات التي أعلنت عنها مديرة الهجرة، وما هي الغاية منها أو السبب الذي أدى إلى هذه التعديلات؟ بداية نبدأ من السبب. حقيقة الفترة الماضية مرت في مساوئ كثيرة للسوريين الذين يوجهون تغيير بياناتهم أو تعديل بعض بياناتهم أو مجبورين أساسا على تحديث بعض البيانات من خلال مثلا يدفعون اموال لجماسره، لا يستطيعون حجز ادوار، اضافه الى مواضيع تتعلق بمشاكل ضمن دائره الهجره اللي هي كان فيها موظفين للاسف يتعاملون بشكل انساني مع السوريين اللي تقدمون لها. التعديلات الجديده شملت عده امور بسيطه برايي لكنها مهمه جدا، اللي هي فتحت مجال انه في حجز للسوريين حتى يستطيعوا تبديل أو تحديث بياناتهم. سابقا لم يكن في حجز إلا عن طريق سماسرة وبطرق لا أحد يعرفها، يعني كانوا فقط سماسرة هم الذين يستطيعون حجز هذه الجديد أنه لا يوجد اليوم يعني أي عمل للسماسرة، سوف يكون عن طريق الأونلاين عن طريق السيستم. بالضبط. الفكرة أنه النظام الجديد سيسمح لك بإدخال رمز تحقق عبر هاتفك. هذا الرقم لها تحقق لأول مرة، عندما تضيف الرقم يعطيك كود تدخله. الرساله الثانيه اثناء الذهاب للمقابله ياتيك كود يجب ان يكون على اسم صاحب الخط، يعني بمعنى اذا حجز احد السماسره لشخص هذا الكود لن يكون موجود معه، فاذا هو لا يستطيع الدخول الى تحديث البيانات. يعني هو الغايه فقط عمليه تسهيل حجز الموعد واصبحت اسرع، ولكن هل التحقق الأمني المقصود هو التحقق من أن هذا الشخص الذي حجز الموعد هو نفسه الذي أتى إلى الموعد فقط؟ ولا في شيء ثاني؟ هذا الأمر ليس واضحا حتى اللحظة، لكن تماما يعني بالنسبة لي كمان غير واضح، لهيك سألتها. بالضبط، هي من خلال التحديث اللي صار يتوقع أنه هم يبحثون عن تأكد أن شخص نفس الشخص اللي حجز هو نفس الشخص القادم إلى الموعد حتى لا يصير خلط في تحديث البيانات للشخص القادم. هذه الطريقه طبعا بعد مشاورات دخلت فيها دائره الهجره بسبب الاشكاليات السابقه
واللي تسببت انه في اعداد يعني لنحو مليون شخص ما قدروا يحسوا بياناتهم حتى اللحظه. هذا عام 2019 حتى الان، ومعظم هاي الليات معظم هذا الاشخاص محتاجين لتحديث بياناتهم، لان بعضهم الكمل توقف باسباب لا يعرفها، البعض الثاني اللي جاء لدائره الهجره لحدث بياناته توقفوا الكمل كمان، يفهمون لدائره الصحه لا تقدمون لهم الخدمات، لا يعرفون ماذا يفعلون. فهذا لحل هذه الاشكاليه هم اضطروا يعملوا تحديث برنامج تحديث بيان جديد مشابه لطريق اورقي او ما الى شابه يعني. يعني شكرا، كنت معنا الصحفي عدنان الحسين من غازي عنتاب التركية، شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا فاصل ورجعين.